طيب مرة تانية بنرجع لمراسل قناة النادي الأهلي فاروق صلاح اللي كان متواجد النهاردة في مباراة النادي الأهلي أو الفريق الأول للنادي الأهلي مع فريق الشباب. مساء الخير عليك يا فاروق، عايز أعرف منك تفاصيل وأجواء وكواليس لقاء النهاردة. مساء النور يا شيما، وتحياتي ليك وتحيات لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلنا النهارده كانت مباراة ودية ما بين الفريق الأول للنادي الأهلي وفريق الشباب، هنقول فيها شقين، شق فني لمستر باتريس كارتون المدير الفني بيطمن على جاهزية العناصر قبل السفر للإمارات لمواجهة فريق الوصل الإماراتي يوم 22. شق أيضا تاني وهو الوقوف على مستوى بعض اللعيبة المميزة في فريق شباب النادي الأهلي. في بعض العناصر اللي كان طلب الكابتن محمود الخطيب من الكابتن عادل عبد الرحمن تقرير عنهم بحيث ان هم يكونوا متواجدين الفتره القادمه مع الفريق الاول للنادي الاهلي. فالنهارده بدا فريق الشباب النادي الاهلي بتشكيل مكون من احمد طارق سليمان. ايضا عايز انوه بس نقطه مهمه، ان الفريق الاهلي للشباب بيلعب حاليا في فتره توقف لظروف انضمام اللاعبين لبعض اللاعبين للمنتخب الاولمبي. موجود عناصر من فريق النادي الاهلي مع فريق المنتخب الاولمبي، بدا باحمد طارق سليمان وكان قدامه محمد عبد المنعم وميش عماره واحمد حاتم وكريم يحيى، وكان في نص الملعب عربي بدر ومصطفى عزت قدامه عمار حمدي ومصطفى البدري وعمرو بركات وعمرو جمال. في بعض اللاعبين عايز اقول لك ان هم بداوا مع الفريق شباب النادي الاهلي وفي الشوط الثاني انتقلوا للعب مع فريق الاول النادي الاهلي، ابرزهم محمد عبد المنعم وميش عماره ومصطفى رماوي وكريم يحيى وعربي بدر. المباراه انتهت بهدف احرزه وليد سليمان في الدقيقه 17 من ركله جزاء. تألق في المباراة، يعني هنتكلم على فريق شباب النادي الأهلي. طبعا الفريق الأول كان الهدف بالنسبة لمستر باتريس كارتون يطمن على جاهزية حسام عاشور. يعني التشكيل برضه لو هستعرض معاك التشكيل اللي بدأ كان شريف إكرامي وسعد سمير وباسم علي وأحمد عداء وصبر رحيل، كان قدامهم في نص الملعب بيلعب حسام عاشور وإسلام محارب، قدامه ثلاثة محمد شريف ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ورأس حربة أحمد ياسر ريان. أجرى مستر باتريس كارتيرون مجموعة من التعديلات بنزول ميدو جابر ونزول أحمد حمودي وأيضا مشاركة بعض اللاعبين من فريق الشباب. مستر باتريس كارتيرون عقب نهاية اللقاء أثنى على أداء العناصر الموجودة في فريق شباب النادي الأهلي، وفي بعض العناصر يعني نقدر نقول إن هو محطوطة خلاص على رادار الفريق الأول، يعني كريم يحيى الظهير الايمن عربي لاعب النادي الاهلي مواليد 2001، واعتقد ان احنا اتكلمنا عن عربي كتير واتكلمنا عن في خلال مداخلات من خلال قناه النادي الاهلي معاك يا شيما اكثر من مره عن عناصر المميزه في فريق الشباب. صحيح. وقلنا ان هم ان شاء الله هيكونوا في الفتره القادمه موجودين في الفريق الاول للنادي الاهلي. مباراه زي ما قلنا برضو ان هي فريق الشباب استغلها برضو الكابتن عادل عبد الرحمن من اجل الاستعداد لمواجهه فريق الاتحاد السكندري يوم 24 في استكمال دوري الجمهوريه اللي النادي الاهلي بيتصدر فيه البطوله. نقدر نقول استفاده استفاد منها الفريق الاول، استفاد منها فريق الشباب. مستر باتريس كارتيرون شاف عناصر على ارض الواقع، قدر يقيم لاعبين في مراكز في اكثر من مركز، في لعيبه لعبت في اكثر من مركز، يعني نقدر نقول استفاد منها الكابتن مستر باتريس كارتيرون وايضا فريق شباب النادي الاهلي. بشكرك جدا زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي كان متواجد النهارده في المباراه.